السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة إيران في المغرب أو رقم السفارة الإيرانية في المغرب. رقم التليفون هو 00-212-537-752-167. يبقى تاني، رقم سفارة إيران في المغرب أو رقم السفارة الإيرانية في المغرب 00-212-537-752-167. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.